إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. كافن على ابوكم لابو ايره، كاف الدم بعد ما يضم الالتام، الشجر وصدور نتفصل توابيت حتى لا غهناك براحته ينام. كافن على ابوكم لابو ايره، كاف الدم بعد ما يضم الالتام، الشجر وصدور نتفصل توابيت حتى لا غهناك براحته ينام. النزع الحلقة واللبسة تشفن ليش؟ النزع الحلقة واللبسة تشفن ليش؟ على يا مال كل ساند في الأحلام، إذا ظلينا هيك كم سنة النوب على ما يصير بس قبور ويتام. كافن على أبوكم لابو إيران، كم خط أحمر كم خط أحمر وكم ربع بتوب بالكعبة قبل مو هالقد أصنام. كم خط احمر وكم ربع بتو بالكعبه قبل مو هالقد اصنام. لا تقل لها واشيعي، لا تقل لها واشيعي، اسكت ارجوك وانت تشوفه قاعد يحرق خيام. كم عباس قطعه وشف الانذال، كم عبد الله عيد ويا الاسهام. كم عبد الله كم عباس قطعه وشف الانذال، كم عبد الله عيد ويا الاسهام. حلو ساهمهم بس قيمته رقاب، حلسا هون. لا تقل لها واشي عسكت ارجوك انت تشوفه قاعد يحرق خيام. كم عباس قطعه وشفه، كم عباس قطعه، كم عباس، كم عباس قطعه وشفه الانذال، كم عبد الله عيد ويا الاسهام. حلسا هون بس قيمته رقاب، ولو ما تشوف واضح من ورا الجام. لو مو بالنجف مدفونة لو مو بالنجف مدفونة الأموات، شاب النجف نبشوا حتى العظام. بلي 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 شباب عشرك وجاسي شباها نهبت وغلين جاتك وجاسي شكال مخلصوني. واقعا كنا ننتظر الأوامر للتوجه إلى قيلان غرب لتنفيذ بعض الضربات المهلكة إلى العدو الغاشم في قيلان غرب. كنا حاضرين في منطقة باختران، وأثناء هذا وصلتنا الأخبار بأنه العدو تقدم باتجاه باختران ومع المنافقين. فتحركت قواتنا باتجاه منطقة والحمد لله وصلت للمنطقة ومسكت المنطقة واستطاعت أن تدافع لمدة 4 أيام مقاومة عنيدة أمام اندفاع العدو المجنون. أخي ببخش إن صوتي أمام لك شهدين داروتوا همين صور كونسان نمدهاش نظر أخوتنا مواني برادر موسال ما بفرمت شيئ. نظر ما صلح باكوف نيس، وإن رأي الإمام أنه الآن وقف إطلاق النار، والجمهورية الإسلامية نحن مع الإمام حتى آخر قطرة دم. الإمام إذا يقول حرب حرب، الإمام إذا يقول صلح صلح، نحن مع الإمام. نحن نعلم بأنه الإمام هو الآن الإمام الذي يمثل الإسلام، فالإسلام اليوم يحتاج إلى إذا يحتاج إلى صلح نوافق، ولكن إن شاء الله سنستمر
بتوجيه الضربات المهلكة حتى آخر قطرة دم. إن شاء الله. أنت واصل دوام. موفقين. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك.